تخرج لا كان واحد من ريال ديالي احسن هداف السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه. اليوم اختتام مباراة الدوري التنشيطي بالدوري المحبة التنشيطي لكرة القدم بالمعهد العالي للعلوم والتقنية صبرتة، وقد اختتمت المباراة على فوز الطلبة على المواطفين 5-4. كانت مباراة جميلة وفيها الروح الرياضية، ونشكر طاقم التحكيم أسعد كرناف وعبد الباري الزواغي، نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة، ونشكر الطلبة والمواطفين، وإن شاء الله من دوري لدوري وإن شاء الله ديما نحسن، نشكر الفائز وهردك للخاسر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عمر الغرابلي، حب نهني مجموعة الاتصالات بالفوز اليوم، ونشكر الجمهور والناس اللي حاضرة معنا، وبارك الله فيكم على الحضور. اليوم انهينا دوري المحبة التنشيطي المحل العالي علوم التقنية صبراتة، كانت المباراة النهائية بين فريقي الموظفين وفريق تقنية الاتصالات، وكان الحظ حليف فريق الاتصالات، وألف ألف مبروك لفريق الاتصالات، وحظ أوفر في دوريات قادمة إن شاء الله لإخوتنا الموظفين وزملائنا الأساتذة. شكرا وبارك الله فيكم. ولا بان يلعب يشد دورة خلاص أنا واحد طبعا هذا دوري المحبة الخاص بالمعهد العالي للمهن الشاملة، وهذا دوري بجهودات قام هذا الدوري بجهودات الطلبة واجتهاد استاذنا الفاضل سامي علاق رئيس قسم النشاط، وهذا الدوري طبعا استعداد لدوريات المعاهد المنطقة الغربية، وان شاء الله بالتوفيق للمعهد العالي للمهن الإلكترونية. تعال بقفة